بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. في البداية طبعا أنا بحب أشكر صديق عمري الأستاذ الدكتور سامح المراغي لدعوتي إن أبقى في وسطكم النهاردة، وإن أنا عامل زي الفورم بودي تقريبا يعني. وأنا طبعا في منتهى السعادة طبعا إني ويسعدني جدا إن أنا أشارك هذا في المؤتمر ده في وجود الكوكبة الكبيرة من أساتذة الأي سي يو، وعلى رأسهم طبعا أستاذنا العظيم الأستاذ الدكتور شريف مختار، واستاذي الجليل جدا استاذ كل اجيال الاستاذ الدكتور حسام موافي، الجواهر اللي انتجها القصر العيني في الحقيقه وصعب تكرارها مره تانية، ربنا يديهم الصحه والعمر. المحاضره اللي هنتكلم فيها محاضره صعبه جدا، وكان تفكيري يعني انا هخش اجي لكم كده بسم الله الرحمن الرحيم، انا كان اكيد اكسربيشن في اي ال دي. طب وات از اي ال دي؟ وايه الاي ال دي ده اساسا؟ فقعدت افكر لازم ادي انتروداكشن انترستيشال لانج ديزيز، واخش ببساطه على الايديباثيك انترستيشال نمونياز اللي هم اكتر نوع او اشهر نوع من انواع الانترستيشال لانج ديزيز، واخش ببساطه على الاي بي اف واستخدمه كبروتوتايب فور اكستربيشن، لان ده هو اهتمام العالم كله بالاكستربيشن اوف اي بي اف. واي بي اف قبل ما اخش في المحاضره ستاند فور ايديوباثيك بالمونري فيبروز، not interstitial pulmonary fibrosis. مفيش مرض في الشست اسمه interstitial pulmonary fibrosis. دنيا الايل دي اتغيرت تماما، يعني انا وانا نايب سنه 90 كنا في ايام الدنيا فلامبنج توجذر، كان عندنا كريبتوجينيك فيبروزنج الفولايت ستيرن واخد كل حاجه تحتيه، وكل العيان ياخدوا استرويدز، ما حدش بيفكر بره الصندوق اطلاقا. وكانت غالبيه العيان العيانين بيتعبوا جدا من السايد افكتس بتاعت الاسترويدز بدون اي تحسنات. في الحقيقه بفضل مجهود اساتذه الباثولوجي، يعني كان في العالم في عالم الطب وليس في القصر العيني. وفضل التطور في التكنولوجي بالذات السي تي، يعني احنا اكتر برانش تقريبا استفدنا من التكنولوجي بتاعت السي تي. الاي ال دي اتغيرت تماما ودخلنا في دنيا السبليتنج التام. والسبليتنج مفيد جدا في الطب، يعني بدل ما احط مرض في وسط 100 مرض وانا مش عارف افنطهم من بعض، لما كل مرض يسمى ونعرف الباثوجينيسيس اوف ذيس مرض بالتاكيد هوصل للتارجت تريتمنت فور ذيس ديزيز. وده اللي حصل، كل سنه بيطلع لنا علاج لواحد من الاي ال ديز. الاي ال ديز زمان كان مرض واحد كريبتوجينيك فايبروزنج الفيلايتس، وده كان الانجليزي اللي سموه ولحد الان يمكن بيستخدموه. التسميه الحقيقيه للانترستيشال لانج ديسيز المفروض نسميها ديفيوز بارينكيمال لانج ديسيز، لان كلمه انترستيشم هي المكان هيستولوجيكال وايز هي المكان المحشور ما بين الكابيلاري اندوثيليوم والالفيرال ابيثيليوم. لكن معظم الانترستيشال لانج ديسيز بتافكت معظم الكومبارتمنتس اوف ذا لانج. فالكوريكت تيرم بتاعهم نسميه ديفيوز بارينكيمال لانج ديسيز. ورايت ناو احنا عندنا اكتر من 300 ديفرنت تايب اوف انترستيشال لانج ديزيز لهم اساميهم، والغالبيه العظمى لهم سبيسيفيك تريتمنت، ونقدر نشخصهم تماما كلهم بجود كواليتي هاي ريزوليوشن سي تي اتش ار سي تي. ده غير الدنيا تماما، شو بي جود كواليتي اتش ار سي تي، ودي الحاجه اللي هي مفقوده مش في مصر بس، في العالم كله. يعني مصر احنا عندنا اكتر من مليون مركز اشعه، اقدر اقول لكم بوضوح شديد 4-5 من مراكز الاشعه بتقدر تعمل جود كواليتي اتش ار سي تي. بيجي لي العيان عامل 5 سي تي بضطر اخليه يعيد السي تي عشان اشخصه، لان السي تي لوحده كافي ان يشخص اي معظم الاي ال دي، وزود ان انا الجا لاي انفيسيف بروسيدور زي لانج بيوبسي اند سو اون. الديفيوز بارينكيمال لانج ديسيز بتتقسم لمجموعه اوف نون كوزز زي الدراج انديوز لانج ديسيز والكونكتيف تيشو ديسيز لانج ديسيز، والمجموعه الايديوباثيك انترستيشال نمونيا، ودي كانت هي بدايه الترم بتاعت الاي ال دي، وهتكلم عنهم شويه ما هم الايديوباثيك انترستيشال. انواع مجموعه جرانيولوماتس على راسهم الساركيدوزس، وعندنا اذر فورمز زي اللام اللي هي اللامفيلانجيولايوماتوزس وال سي اتش اللي هو اللانجرهانسيلس سيتوزس اند سو اون. الحاجات دي ما كناش بنشوفها زمان، ما كناش بنعرف نشخصها زمان في غياب التخصص وفي غياب الـ HRCT. هتكلم عن Idiopathic Interstitial Pneumonia كأحد أشكال، يعني كإكزامبل. What is إيه هم الـ Idiopathic Interstitial Pneumonia؟ هم عبارة عن Lung Reaction to Injury. أنا هدي إكزامبل كلنا عشناه في السنتين اللي فاتوا. وطالما هو Reaction يبقى Lung Reaction to Injury، ردود أفعال جسمنا
تتراوح ما بين انفلاميشن وفايبروزس. كلما كانت انفلاماتري اكشنز يبقى البروجنوز جود، لان وي هاف جود انتي انفلاماتري دراجز. كلما كان الرياكشن فايبروتيك ودونت هاف جود انتي فايبروتيك دراجز، وبالتالي البروجنوز هيبقى اوحش. الريسبونس طبعا هيبقى فاريبل ريسبونس، وبالتالي انا ما عنديش مرض واحد، انا عندنا امراض عديده، لان ردود افعال الجسم مختلفه تحت الميكروسكوب في الهيستوباثولوجي، والذي يعكس الهيستوباثولوجي تماما حاليا الاتش ار سي تي. يعني في الاتش ار سي تي بشوف الصوره اللي بيشوفها واللي بنشوفها في اتهستو هم، وبالتالي عندنا امراض عديده ومسميات عديده. الايديوباثيك انترستيشن نمونيا ممكن يبقى ايديوباثيك اند مي بي نوت. يعني واحد من اشهر الحاجات اللي احنا مرينا بيها السنتين اللي فاتوا نتيجه الكوفيد هو الاورجنايزنج نمونيا باتر. It was a pandemic of organizing pneumonia. الكوفيد في الحقيقه معظم الحالات اللي حصلت في اللنج، معظم النمونيا في اللنج كانت اورجنايزنج نمونيا باتر، ما كانتش ايديوباثيك وخلاص. يعني ده اكزامبل. وحاليا نحن نعاني من تسونامي بتاع البوست كوفيد لانج فايبروس. يعني الكورونا بتتلاشى كمرض سيريس ديسيز، لكن سايبان مصايب كبيره جدا. وممكن طبعا يبقى كونكتيف تيشو ديسيز ريليتد او دراج انديوز. من اشهر الادويه فيما يخص بقى الاي سي يو هو الاميدرون. يعني انا عارف ان هو ده مهم جدا بالنسبه لكم، لكن كان كوز طبعا انترستيشال لانج ديسيز طبعا على راسهم اللي بيعمل يو اي بي باتر، او انهيليشنال انجري في الناس اللي بتشتغل في الاوكيوبيشنال اكسبوجر. يعني دي المسميات اللي انا بس هذكرها. المسميات دي حطوها بتوع الباثولوجي، وبعدين احنا دخلنا في السكه بعد كده. اول او اشهر ايديوباثيك انترستيشال نمونيا حاجه اسمها اليوجوال انترستيشال نمونيا، ذا يوجوال تايب. ويوجوال تايب من تسميتها ان معظم السبيسمن اللي جالي بتاع الباثولوجي بيشوف فيها نفس التشنجز اللي موجوده، اللي هي اريز اوف اكستريم فايبروزس جنب اريز اوف اكستريم نورمال لانج، واريا اوف فايبروبلاستيك فوسايت فايبروتيك لانج in the stage and the lung of tomorrow اللي هي الفايبروبلاستيك فوساي، وما بينهما completely normal lung. ده بيسميه يو اي بي باترن. هذا اليو اي بي باترن محتاج سيرجيكال لانج بايوبسي. في الاتش ار سي تي انا اقدر اقول this is يو اي بي باترن، وانا هوريكم صور دلوقتي بثقه تامه. اليو اي بي اليوجوال انترستيشن هو ده هيستوباثولوجيكال تيرم. لو هو ايديوباثيك انا كحد كلينيشن هسميه اي بي اف. يبقى الايديوباثيك بالموناري فايبروزيس شو بي يو اي بي، واليو اي بي سواء اتهستو او في الاتش ار سي تي. تاني واحد هو الان اس اي بي، والان اس اي بي ده اتس فيري سبيسيفيك ديسيز انتي ديسبايت اتس نيم. نون سبيسيفيك انترستيشن نمونيا از فيري سبيسيفيك ديسيز انتي، انت ريلي نشوفها ايديوباثيك. لما بشوف عيان عنده ان اس اي بي، ده غالبا بتبقى فيميل بيشنت صغيره في السن ومصري عندها كونكتيف تيشو ديسيز، وفي 90% في الحالات عندها اسكليروديرما. وطبعا اسكليروديرما كان كوز اوف ديث الرئيسي زمان كان الرينال فيلير. دلوقتي الاي ال دي هو السبب الرئيسي للوفيات في عين اسكليروديرما. ما عندهاش جود دراج فور كنترولينج اسكليروديرما ريليتد اي ال دي. الاورجنايزنج نمونيا، وانا قلت ان هي يعني البانديميك اللي حصلت مع الكوفيد. الدي اي بي اللي هي ديسكوميتيف انترستيشن نمونيا، ودي تسميه خاطئه يعني ولم تتغير الى حد الان، لان كلمه ديسكوميشنز نو مور تايب 1 نيموسايتس. كل اللي عندي في الالبولار سبيس تايب 2 نيموسايتس، لكن الفكره مش كده خالص. بعد كده في ريسبيراتوري برونكايتس اي ال دي، ودي دول سبيكترم بحاجه بنسميها سموكينج ريليتد اي ال دي. السموكينج تعمل هذه التشنجز. وطبعا من واحده من الايديوباثيك هي الليمفوسيتيك انترستيشن نمونيا، ودي اكتر برضه مع الكونكتيف تيشو ديسيز. بنشوف اكتر مع الجوجران او الناس اللي عندهم برايمري يوم ديفيشنسي او الناس اللي عندهم اتش اي بي. الاكيوت انترستيشن نمونيا اللي هو بيجي لكم في الاي سي يو اللي هو الايديوباثيك اي ار دي اس. عندي لك بي ار دي اس ومفيش اي سبب من الاسباب، دي اكيوت انترستيشن نمونيا. يبقى ده الايديوباثيك انترستيشن نمونيا. هتكلم بس على الاي بي اف اللي هو ايديوباثيك بالمونري فايبروزس نوت انترستيشن بالمونري فايبروز. ليه هتكلم على الاي بي اف؟ لان هو الاشهر في عالم الانترستيشال لانج ديزيز، لكن هو نوت ذا كومنست تايب في انترستيشال لانج ديزيز. ذا كومنست تايب في انترستيشال لانج ديزيز عندنا في مصر هو الاتش بي هايبرسنسيتيفيتي نمونايتس، وده اسوأ انترستيشال لانج ديزيز موجود. 46% من حالات الانترستيشال لانج ديزيز في مصر هم هايبرسنسيتيفيتي نمونايتس، وغالبا كلهم من الابر ايجيبت. الغالبيه العظمى من الابر ايجيبت، اللي هو
تايت جدا للريزنج بيردز. احنا عارفين في الابر ايجيبت تقريبا ان تربيه الطيور بتعتبر هي الدخل الرئيسي للاسره. في العام بيجي لي وبيعاني وغالبا بتبقى في ميل نبطل تربيه طيور، طبعا استحاله يحدث حاجه زي كده خالص. سكند كومن ان اي ال دي عندنا في مصر هي الكونكتيف تيشو ديزيز ريليتد وفولود بعد كده بالساركويد، لكن الاي بي اف عندنا في مصر يمثل 8% من حالات الانترستيشال لانج ديزيز. This common among the idiopathic interstitial pneumonia اللي هو idiopathic pulmonary fibrosis and this is heterogeneous disease، وده ده عشان كده تسمى usual type. طبعا في السي تي بتاعي انا بشوف signs of fibrosis وهتكلم عليها بس لما اشوف الصوره، لكن الجراوند جلاس بتبقى قليله ومش انا مش هخوض كتير في يعني ايه جراوند جلاس اند سو اون، بس دي كلمه انتشرت جدا ايام الكوفيد. والجراوند كلمه الترم بتاع جراوند جلاس يعتبر واحد من البيت فولز، واحد من عيوب الاتش ار سي تي، لان عندنا ا بيج ليست في الديفرنشال دايجنوزس فور جراوند جلاس سبيسيفيكيشن. الايديوباثيك بالموري فيبروز البروجنوز بتاعه اسوء من اللنج كانسر اللي هو الاي بي اف. وللاسف اي عيان يبقى عنده فيبروتيك باثولوجي في اللنج بيفتح الانترنت يطلع له كل المعلومات التي تخص الايديوباثيك بالموري فيبروز وما عندوش اي بي اف، عنده مثلا اتش بي، الموضوع مختلف تماما والبروجنوز مختلف تماما. ده اليو اي بي باترن في لانج سلايس عيان بوست مورتم في عيان مات من اي بي اف. يعني ايه يو اي بي باترن؟ اهم حاجه تميزها ذا بريزنس اوف هاني كومينج، والهاني كومينج زي ما هنشوف في الاتش ار سي تي عباره عن ثيك وولد سيستك ستراكشرز اللي هي This thick walled cystic structures اللي احنا شايفينها دي عباره عن بلاك هولز ليها وول ديفينيت وول، وبتحصل ان سيفرال لايرز عشان اقول ده هاني كومينج اند نوت سيستك باثولوجي في اللنج، اللي احنا عندنا مجموعه كبيره بنسميها سيستك لنج ديزيز. The first line of the cyst should be on the pleura. وبتحصل في several layers and should be stuck together، ما يبقاش في مسافات بينهم. لو شفت هاني كومينج in the classic areas of distribution في ال HRCT فدي is UIP mostly IPF. يعني ايه classic areas of distribution؟ ال UIP IPF او ال idiopathic pulmonary fibrosis بيتميز ب craniocaudal gradients، يعني ال disease بيزيد كلما اتجهنا تحت ناحية اللور لوبس، و definite central to peripheral gradient is أكتر peripheral من كونه central. مش أي يو أي بي هيعتبر أي بي إف، اليو أي بي نتيجة الروماتويد الكريتيريا بتاعته مختلفة شوية. ده أشكال مختلفة. الشور ساينز اوف فيبروز في الاتش ار سي تي اما اشوف يو هاف ا فيبروتيك باثولوجي اشوف ريتيكوليشنز اشوف تراكشن برونكيتس، والحاجة الحاسمة ان انا بتعامل مع فيبروتيك لانج باثولوجي از ذا بريزنس اوف هاني كومينج. تراكشن برونكيتس تختلف تماما عن الانفلاماتوري برونكيتس اللي احنا عارفينها، دي تراكشن بولد ابارت نتيجه للفيبروزس اللي حواليها زي ما بيبان هنا في الصوره دي كده. ذا تراكشن برونكيتس الفوتوشوب ده تراكشن برونكيتس، الايرويز مشدوده من بره بالفيبروزس وامباكت فيها السكريشنز بالصوره اللي احنا شايفينها دي. كلمتين وبس عن اي بي اف وبعد كده اخش في الموضوع المحاضره. هو الموست كومن تايب في يوجوال انترستيشال نمونيا، واي بي اف يساوي يو اي بي، يعني عشان اقول عندها ايديوباثيك بالمونري فيبروزس لازم يبقى الاتش ار سي تي بتاعه في يو اي بي، او لو خدت لانج بايوبسي يبقى في يو اي بي. طبعا اكستريم رير حاليا ان احنا ناخد لانج بايوبسي عشان نشخص بيه يو اي بي، السي تي بيقوم بالواجب تماما بشرط ان يبقى جود كواليتي اتش ار سي تي. الايديوباثيك بالمونري فيبروزس في مصر او في العالم لبس فيري كومن ان ميلز بعكس الفيميلز، ودائما بيحصل في السكس والسفن ديكيد اوف لايف، غالبا هو بعد سن ال 60 بنبتدي نشوف اللي بيبقى غالبا ميل واكس سموكرز. لو حصل في الفيميلز بيحصل بعد سن ال 70، ودي في حاجات كده يعني في حاجات كتيره خاطئه في ذهن الناس عن الاي بي اف او اي مرض في فيبروس في مصر يتسمى اي بي اف انترستيشال بالمونري فيبروزس، وناس كتيره تقول ان الاي بي اف في مصر مختلف عن بقيه العالم، ده احنا عينينا صغيرين عينينا معظمهم ستات، دول مش اي بي اف، دول مش ايديوباثيك بالمونري فيبروزس، دول عندهم حاجات اخرى يا اما هايبرستيبتي مونايتس يا كونكتيف تيشو ديزيز ريليتد اي ال دي. يعني طبعا السيمتوم بتاعته بروجريسيف ديسنيا، المين سرفايفل 3 ييرز ويزاوت تريتمنت،
5 year survival من 25 ل 50%، اسوء من lung cancer الهيباتيك بالموري فايبروز ده من غير علاج. في كرايتيريا اتحطت ازاي نشخصه بالاتش ار سي تي وصور مختلفه ليه، مش هخش فيها. هخش بقى في موضوع المحاضره، هي الاكيوت اكسربيشن في الانترستيشال لانج ديزيز. يعني ايه اكيوت اكسربيشن للاي ال دي؟ اي واحد من الحاجات اللي انا قلتها، اي مرض من الذين يسموا كرونيك فايبروزنج اي ال دي، ودي مجموعه كبيره جدا من الامراض اشهرهم الاي بي اف ستيل، ممكن يحصل فيه اكسربيشن. والاكسربيشن هو حدث سيء جدا في حياه المريض اللي عنده اي بي اف، لان المورتاليتي لو هو ما اتحطش على فنتليتور 50%، ولو بقى ميكانيكال فنتليتور هتزيد عن 90%. ده تاكيد اكيوت فريكوينت مور بالديتيريوريشن اوف ذا بيشنت ريسبيراتوري فانكشن، من ثم هيجن مور هايبوكسيك اكستريملي داسنيك اند سو اون. غالبا جاي بتايب 1 ريسبيراتوري فيلير، وفي كرايتيريا معينه عشان اشخصه. لكن زي ما قلت الاكسربيشن في الاي بي في الاي ال ديز مش لازم يحصل في اي بي اف بس، ممكن تحدث في اي كرونيك فيبروزنج اي ال دي. ممكن انا الاي سي يبقى السبب في حدوث اكسربيشن، يعني جاي لي عيان عنده انترستيشال بالموري، عنده فيبروتيك لانج باثولوجي، وات ايفر ذا تايب ديز فيبروتيك لانج باثولوجي، ودخل الاي سي لاي سبب، بوست اوبرتيف، معظمهم عندهم كورونري بالذات الاي بي اف، عامل كابج وطلع ودخل في الاي سيو. لما اتعامل معاه باستراتيجيه دي بتعامل الار دي اس، يعني لانج بروتكتيف استراتيجي وافويد هايبر اوكسي. لو ما عملتش كده انا اللي هدخله بايدي في اكيوت اكسربيشن. دي حاجه مهمه جدا. Diagnostic criteria unexplained worsening of dyspnea، يعني العيان الدسمية بتاعته زادت within 30 days، وتحط التايم ويندو ده لان ازيد من شهر، ده الناتشرال هيستوري بتاع الديسيز. في ناس عندهم رابيد ديكلاين في الفانكشن. الاتش ار سي تي بيبين الفايندنج اللي انا قلتها، معها نيو اوبسيفيكيشنز، معها نيو انفلتريشنز، معها نيولي ديفولبد جراوند جلاس اوبسيفيكيشن او كونسوليديشنز على باك جراوند اوف يو اي بي لانج. وعشان كده انا حبيت ان احط صور اليو اي بي، عشان لما يجي لي عيان اكيوت بسباتري فيلير وجاي لي بصوره مشابهه بالظبط الاي ار دي اس واللنج بتاعته فيها فيبروتيك تشنجز، يبقى ايه الحاجات اللي تاخد عيني ان اقول ان ده كان يو اي بي، كان اي بي اف، وده جاي لي باكسربيشن في اي بي اف. ما يبقاش عندي ايفيدنس اوف بالمونري انفكشن عشان ده اونلي دي باسيك اكسربيشن، لكن يعتبر بالمونري انفكشن واحد من الاكسربيتنج فاكتورز. الميكانيكال ستريتش يعتبر واحد من الاكسربيتنج فاكتورز، والميكانيكال ستريتش اقصد بيها اي بوست بريشر يتحط عليها العيان. الاسبيريشن حتى لو العيان بيعمل سمبل برونكوسكوبي، فايبر اوبتيك برونكوسكوبي، بنعمله برونكوسكوبيك لافاج، ممكن يخش في اكيوت اكسربيشن. اكسكلوجن للالترناتيف دايجنوزس او الترناتيف ديزيزز اللي ممكن تعمل ديتيريوريشن في حاله العيان بالصوره دي، زي هارت فيلر طبعا، او بلمونري امبليزم، او في سبب واضح ادى لحدوث اكيوت لانج انجري. وبالتالي ما بيجي لي العيان باكيوت اكسربيشن، حصل ديتيريوريشن عن اي بي اف، بينهج بقى له سنوات، انهاج زاد جدا في الفتره الاخيره، بقى اكستريم هايبوكسيك وريبراكتوري هايبوكسيك. سؤالي الاولاني وبقى له اقل من شهر، سؤالي الاولاني ده اكيوت اكسربيشن ولا لا؟ طيب اول حاجه ببص عليها في اكسترا بارينكيمال كوز اور نوت. يعني ايه اكسترا بارينكيمال كوز؟ الاي بي اف ده بارينكيمال لانج ديزيز. اكسترا بارينكيمال يعني في حاجه في البلورا، في حاجه في السيركيوليشن اند سو اون، زي نيموس وراكس بلورا افيوجن بالمونري امبلازم فقط. يبقى غالبا هبص على السي تي في الوقت ده، يعني لازم يتعمل له اتش ار سي تي. لو في نيولي ديفولبوز يبقى غالبا انا بتعامل مع حل اكيد اكسربيشنز اوف اي بي اف. طب لو ما فيش نيولي ديفولب جي جي اوز والعيان جاي لي باليو اي بي باترن اللي انا وريته في الاشعاعات السابقه، يبقى انا ما اتعاملش مع اكيد اكسربيشن، هفكر في سبب تاني للديتريوريشنز اللي حصل في الديسني ليبل بتاعه. لكن لو هو اكيد اكسربيشن اوف اي بي اف خلاص، انا اعتبرت طب في حاجه عملت تريجرنج فاكتور معروف، يعني حصل انفكشن، كان عامل بروسيديورز بوست اوبراتيف، دراج توكسيستي، ونحط في اعتبارنا ان معظم البيولوجيكال تريتمنت اللي بنستخدمها في علاج الروماتويد ارثرايتس ممكن تعمل اكسربيشن لاي ال دي. الكيموثيرابي طبعا يعمل اكسربيشن لاي ال دي، فدي حاجات نحطها في اعتبارنا ان هيجي لك عيان في الاي سي يو زي عيان الاي ار دي اس بالظبط. لو مفيش حاجة واضحة أدت لكده، في ايديوباثيك اكسربيشن بتحصل.
مش اكزامبل واحنا احنا بس عشان وي ار شورت اوف تايم فهندي خمس دقائق كمان خلاص عشان حضرتك خمس دقائق وخلص. طبعا دي صوره حاله يو اي بي اي بي اف وده الاكسربيشن ده السي تي بتاع حاله حصل لها اكسربيشن. ايه اللي حصل؟ ان ديفولبد جراوند جلاس ارياس كده اللنج بقت ملانا جراوند جلاس او عند تراكشن برونكايتس وعندها هاني كومب يؤكد لي ان كنت بتعامل من الاساس مع فايبروتيك باثولوجي والعنجايم اكيوت اكسربيشن. دي صور مختلفه برضو ان ده حاله اكيوت اكسربيشن سنسيف جيجو اوز موجوده في اللنج اللي هي الجراوند جلاس على باك جراوند اوف فايبروتيك باثولوجي موجود في اللنج. طب ايه التريتمنت؟ هل عندنا ديفينيت تريتمنت فور اكيوت اكسربيشن اوف اي بي اف؟ الاجابه الكبيره نو. كل اللي عندنا سبورتيف تريتمنت. طبعا زمان كانوا بيعالجوا الانترسيشال لانج ديز ايام اللامبنج ايام ما كنا بنتكلم على كريبتوجينيك فايبروزنج البيلايتس كان الاي بي اف بيتعالج بالسترويدز. الاسترويدز هاز ناثينج تو دو مع الاي بي اف يعني زي ما شفنا في الصور هي كلها بيور فايبروتيك باثولوجي. لكن اللي واخد ويك recommendations to be used during the acute exacerbation هي البلس استرويد ثيرابي. يبقى الدواء اللي ممكن نستخدمه بلس استرويد مثال بريدنيزولوم من جرام ديلي لمده من 3 ل 5 ايام. بعد كده ممكن تتيبر تنزل ل 60 ملي جرام بريدنيزولوم. اما تحتاج بعد ما تخلص البلس استرويد ممكن تاد immune suppression زي السايكلوفلوسمايد او السايكلوسبورين او بوليوماكس او الهيموبرفيوجن بالبوليوماكسين بي اللي هو بنستخدمه في بيستخدم في السكشن عامه عشان يابورب السيتوكاينز اللي موجوده في السيركيوليشن. وكان بروكسيماب بلازما اكسشينج اي بي اي جي كل دي حاجات عباره عن اكسبيرمنتال ثيرابي. الاجابه الكبيره كل علاج الاكسبيرمنتال اي بي اف هو سبورتيف تريتمنت وزي ما قلت هو اسوء حدث يحدث للمريض الاي بي اف. اخر حاجتين ان ميكانيكال فنتليشن او الاكمو هاجلهم لحظه. ده شكل الهيموبرفيوجنز اللي هو البولوماكسيم. السؤال الكبير امتى عين الاي بي اف ريفير للانج ترانسبلانتيشن؟ وانس دايجنوست وجالي النهارده اي بي اف مهما كانت الحاله مايلد مودريت سيفير شود بي ريفيرد فور لانج ترانسبلانتيشن سنتر عشان يتعمل له كل البري ترانسبلانت ورك اب. وانس لو وصلت للودو لازم يعمل فيه ترانسبلانتيشن هحوله فور ترانسبلانتيشن. يعني مش هيجي لي عين النهارده كيت اكسبشن ولا انا بعتك تعمل لانج ترانسبلانتيشن وانا عمري ما حولته قبل كده فور ترانسبلانت سنتر. عشان كده لما يجي لي يعني ده تايمنج للريفيرال وفي فرق ما بين انا حولته عيان لانج ترانسبلانتيشن سنتر وعيان حطيته على ويتنج ليست يعني هزرع له. حولته للسنتر هيتحط اسمه وتعمل له كل الورك اب بتاعه ويبقى جاهز يعمل ترانسبلانتيشن ات اني تايم. السؤال الكبير تي اون تي بيت اور نوت تي اون تي بيت حطه على ميكانيكال فنتليشن اور نوت. انت حولته عندك فاسيلتي انك تعمل له لانج ترانسبلانتيشن اور نوت. مفيش اكمو مفيش ميكانيكال انفيسيف ميكانيكال فنتليشن في الاكسربيشن بتاع الاي ال دي الا اذا كان العيان ده كانديديت فور لانج ترانسبلانتيشن. تقدر تعمل لانج ترانسبلانتيشن. لو مش عامل لانج ترانسبلانتيشن مفيش انتيوبيشن مفيش اكمو لان وهتكلم مع اهله بهدوء شديد هتحط على الفنتليتور مورتاليتي ازيد من 90% حتى لو استطعنا ان احنا نشيله مع الفنتليشن فالمورتاليتي في خلال 3 4 شهور وارده جدا جدا. وبالتالي لو مع العيان ما عندناش فاسيلتي نعمل لانج ترانسبلانتيشن مفيش ميكانيكال فنتليشن اي مين انفيسيف ميكانيكال فنتليشن ومفيش حاجه اسمها اكمو في عيان اكيوت اكسبشن في اي بي اف طالما مش هيتحول يعمل لانج ترانسبلانتيشن. وبالتالي يعني اخر سلايد هتكلم فيها عن جايبه اكيوت اكسبشنز في الاي سي يو هتحطه سبورت تريتمنت هتحطه على هاي بلس نيزل كانيولا تحاول تحسن الاكسجينيشن بتاعه بقدر الامكان وتقلل ورك اوف بريزنج بالياتيف كير. لو في تريجر هتعالج التريجر ولو ما فيش هنحط الليسته اللي انا قلتها تجرب استرويد وايمون سبريشن اند سو اون. لو عن مش كانديد فور لانج ترانسبلانتيشن اخرك انك تحطه على نون انفيسيف فنتليشن نو انتوبيشن ونسبه ونشرح مع اهله ان هو مش هينفع. لكن لو عن كانديد فور لانج ترانسبلانتيشن سنتر يبقى في الوقت ده حوله فور هعمل له احطه على اكمو او ميكانيكال فنتليشن لحد ما اجهزه ننقله فور ترانسبلانتيشن. ثانك يو.